الاشتراك في قناتي قناة الملوك. سوف نقدم لكم اليوم الوجبة المحبوبة لطيور البادي، وهي عبارة عن القمح المنقوع. وهذه الوجبة تحبها طيور البادي بشكل رهيب. إذا قدمنا هذه الوجبة للطيور فإننا نلاحظ أن الطيور تأكلها بشكل مستمر، بعكس الكثير من الوجبات التي قد لا تتقبلها الطيور بسرعة. ولكن هذه الوجبة يتم أكلها من الطيور بشكل سريع. نضع الحبوب في الماء لمدة 24 ساعة. ويتم تغيير الماء بعد كل 12 ساعة. نلاحظ الحبوب بعد 24 ساعة كيف أصبحت. يجب أن تكون الحبوب بهذا الشكل، رطبة جدا حتى تستطيع الطيور أكلها بسرعة. أنصح كل مربي لطيور البادي أن يقدم هذه الوجبة يومين في الأسبوع. وخاصة الطيور التي لديها فراخ. الآن نقوم بتصفية الماء. نصفي الماء من القمح، حبوب القمح. وهذه الوجبة كما ذكرت لكم جيدة ومفيدة للطيور لأنها تحبها كثيرا، لأن الطيور تحبها كثيرا. الآن سوف نقدم الوجبة للطيور، وسوف نلاحظ كيف تأكل الطيور هذه الوجبة بكل متعة. الآن نقدم الوجبة للطيور وسوف نتابع الطيور. الآن نلاحظ الطيور كيف تتجمع على الوجبة. وتأكلها. ويجب تقديم هذه الوجبة لمدة يومين في الأسبوع حسب الجدول الغذائي المقدم للطيور. تابعوا الطيور كيف تأكل الحبوب.